اهميه زاده كيف كيف وقت اللي نخموا. انا واحد من الناس مع النظام هذا، لابد من معناتها تحيينه، لابد من نلقاو حلول اخرى باش نحسنوه، خاطر زاده ما نجمش نفهم انا ملاعبيه من جانفي معناتها بطال وشادين ديارهم من الناحيه الرياضيه ماك تعرف، حتى الفيفا تحمي الملاعبيه من الناحيه الرياضيه قبل ما نحكيو من الناحيه الماديه، معناتها مهم برشا انه لابد النظام هذا حسب اعتقادي انا يعطينا نكهه اكثر للبطوله، وقت اللي نشوفوا الفرق والنسق نتاع المباريات وخاصه ما بين الفرق الكبرى تكون فما منافسه اكبر لحقاق الحق. انا نذكر 2013 كيف كيف وقت اللي النادي الصفاقسي تحصل على البطوله كانت تلعب على مباراه الفوق ومباراه لوطه، على خاطر الاربع فرق اللي كانت متنافسه على البطوله كانت اربع فرق عندها نفس الحظوظ باش تنجم تهز البطوله. هذاك علاش كي نشوفوا مباريات نشوفوا بنسق عالي، وزاد حتى من الطاقه الجماهيريه كما حكينا بيل يكون طاقه استيعاب كبيره والناس تتبع البطوله على احسن ما يرام. وهذاك علاش انا نشوف لابد نجموا نستحفظوا عليها، لكن لابد انه اليوم نحاولوا كيفاش نطوروها من الناحيه الماديه من الناحيه المعنويه من الناحيه الرياضيه باش نجموا نعطيوا الامكانيات للناس الكل باش يمارسوا اللعبه اللي هي ما يحبوها الناس الكل. قبنطين نختلف تمام مع ناصر واللي فضلوا النظام هذا، اولا النظام هذا مش فرضته الجامعه، هو اختيار من الجمعيات، لان اول اجتماع الجامعه عيطت الجمعيات واعطتهم الفرضيات الكل، اختاروا هذا. على اي اساس اختاروا الجمعيات؟ اختاروا اساس اللي هما ممكن الكالوندري ما تسمحش خصمان ولم يرضى القاضي. اي فما ممكن رزنامة فيها ضغط. ما نسيناش اللي ماتش هذوما ريبيتي قديش عملوا من ملاعبي مصاب. معناها تصابوا برشا ملاعبيه اثناء مجيد انا معاك لا بالضغط من الحاجات اللي يلزمها تتحط الرابطه لابد ان اليوم من الحاجات اللي يلزمها تحسنها وتطورها ان الكالوندري زاد يلزمها تكون منظمه من الصيف جست ما شوف دي بليسيور مسكولير ناس شوف دي بليسيور مسكولير اللي صاروا للملاعبيه اثناء شيء مهول. هذه حاجه. الحاجه الثالثه اي اثاره نشوفوا فيها تشوف لي طون دو جو في لي ماتش اللي قاعدين يتلعبوا والبيرفورمانس ونشاطر هنا رضا بيرفورمانس تاع الفرق بالماتشوات الناس تعمل في 65 ماتش احنا نعملوا في 28 ماتش كيفاش تحب نطوروا كورتنا احنا ب 28 ماتش في الشامبيونا والناس تشوفها في جونفي والشامبيونا وفيها معناها النظام تقريبا نفس العدد بين المباريات يعني البلاي اوف بلاي اوت بين مباريات تاع بطوله عاديه يعني تقليديه نفس العدد لا اكثر في البطوله العاديه اكثر 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 البطوله العاديه معناها هذا اكيد رضا اكثر من البطوله العاديه. نبيل تكلم على المداخيل شبيه وقت في النظام العادي وقت تلعب الكلوب والاسبيرونس اللي تلعب عبيد هم عبيد موجودين معناها شوف اذا نحبوا نطوروا كرتنا ساعه اولا اول حاجه عاد هو الرزنامه نتاعنا اللي تو عنده خمسه ولا سته سبع سنين. خلينا نحكي عن النظام نظام تاع البطوله. هذا هو يطور لك النظام ثم العالم اجمع يلعب نظام واحد. علاش احنا اليوم نجيبوا نحبوا نغيروا؟ وثم حاجه شو هما الحوافز هذه؟ الحوافز يفوسيو لك الشامبيونا مصداقيه الشامبيونا هذه اربعه هذه ثلاثه ناخذ الكلوب افريكان خذيت ان بوان الكلوب افريكان شوف كان الناس الكل مشات ايكاليتي راهي هاربه بالناس الكل خاطر خذيت ان بوان وليتوار ماخذه وليسبيرونس ماخذين كات بوان معناها فما تحس اللي حاجه مفبركه ماهيش كيما تو نشوفوا لي شامبيونا دي موند الكل ماشيين امور مريقله نظام واحد دونك يزيلنا من البدعه هذه هذه بدعه.